حلو قوي. اتحاد الكره دلوقتي طلع قرار رسمي ان الشناوي تم ايقافه لمده 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه. ماشي، انت جاي علينا قوي مفيش مشكله، جاي على الاهلي قوي مفيش مشكله، القرار طلع بشكل سريع جدا جدا مفيش مشكله، اللي هو لما صدقت ان في حاجه ناحيه الاهلي يلا عاقب بسرعه بسرعه. طب هتعمل ايه مع حكامك؟ الحكام اللي اخطاوا في معظم مباريات الاهلي هذا الموسم، الحل معاهم الموقف اللي معاهم ايه؟ الموقف اللي هيكون اتجاه الحكام بتوعك ايه؟ سواء حكام ساحه او حكام فار، هتعمل معاهم ايه كاتحاد كوره؟ هتاخد قرار ولا مش هتاخد قرار؟ ولا هي قرارات بس تكون في اتجاه النادي الاهلي؟ العقوبات بس تكون في اتجاه النادي الاهلي؟ انا ما بقولكش ما تعاقبش، اللي اخطا عاقبه، ما عنديش مشكله. رغم ان انا شايف ان في ايه؟ يعني في تعمد وفي تحامل عشان المصطلح يبقى صحيح، تحامل على النادي الاهلي شويه وتحامل على الشناوي شويه في هذه العقوبه، لان الحكم اصلا ما كتبش حاجه في تقريره. حكم المباراه بالامس ما كتبش حاجه في تقريره، اللي هو حكم محمد سلام، هو حكم محلي بالمناسبه مش حكم دولي برضه اللي ادار هذه المباراه، كامل الاحترام ليه، لكن في كل الاحوال هو ما كتبش حاجه في تقريره. طب انت عاقبت الشناوي رغم ان الحكم ما كتبش حاجه في تقريره، اما صدقت لقيت حاجه ناحيه الاهلي رغم ان الحكم ما كتبش حاجه في تقريره، تمام؟ هتعمل ايه مع حكامك؟ هتاخد قرارات مع حكامك ولا لا؟ هتوقفهم ولا لا؟ هتعالج اخطائك ازاي؟ هنشوف، خلينا نشوف، خلينا نتابع، يمكن يكون في خطوات حقيقيه تجاه العداله التحكيميه، يمكن. فهنشوف خلال الفتره اللي جايه، منتظرين قرارات بقى اخرى. يعني انت اديت قرارات الشناوي خلاص ماشي، احنا مستنيين قرارات تانية بقى تجاه التحكيم، تجاه الحكام، هتعامل ازاي مع لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم؟ ده المنتظر من اتحاد الكره خلال الفتره اللي جايه. ده كان تعقيب سريع كمان على ايقاف محمد الشناوي. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي كان متواجد في الجوله الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي النهارده بخصوص فرعي الاهلي مدينه نصر وفرع التجمع الخامس اللي بصدد الافتتاح خلال شهور قليله جدا جدا جدا، وكانت جوله لمجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وتفقد لعمليات الانشاء وعمليات التطوير في الفرعين دول تحديدا. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما تفضلت فعلا وقلت ان زياره بقياده طبعا الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب لتفقد طبعا سير العمل في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. ممكن ما شاء الله سير العمل شغال كويس، عرضنا على افتتاح الفرع يمكن حوالي 80% هيتم افتتاحه في خلال شهور قليله جدا هذا العام. طبعا افتتاح فرع جديد للنادي الاهلي هيكون في التجمع الخامس، وبعد اما كابتن خطيب ومجلس ادارته تفقدوا التجمع الخامس على طول على مدينه نصر عشان الباركن العربيات اللي بتعمل سطحي طبعا حاجه تضاف الى انجازات مجلس الاداره. حاجه مهمه جدا بالتحديد في فرع الاهلي مدينه نصر، لان في ازمه دايما في موضوع الباركنج هناك يعني. طبعا بعد تطوير حي مدينه نصر بالكامل كويس. طبعا القياده السياسيه طبعاً بعد تطوير طبعاً. الشوارع وعمل الكباري الخاصه وتسيير حركه المرور كانت بقت حاجه رائعه في الحقيقه هناك في مدينه نصر، ما في سيوله مروريه غير مسبوقه يعني. مظبوط، وطبعا ممنوع منع مثلا الباركن حوالين النادي الاهلي، فطبعا الحمد لله النادي الاهلي قدر يحصل على التراخيص اللازمه وعمل باركن يخص اعضاء النادي الاهلي، وخلال شهور برضه ايضا هيتم افتتاح الباركن الخاص بفرع النادي الاهلي مدينه نصر. ممكن الان منذ حوالي نص ساعه يجتمع مجلس اداره النادي الاهلي بقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب في فرع مدينه نصر، اجتماع شغال من نص ساعه. يا رب باذن الله يعني مجهود مجلس الاداره يلقى قبول كل اعضاء وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. ابرز الحضور النهارده يا شريف في الجولتين دول. بقول لك ابرز الحضور يعني مجلس الاداره كان مين تاني؟ ابرز الحضور طبعا كابتن خطيب نائب رئيس النادي الوزير العامري فاروق، وبعض اعضاء مجلس الاداره الاستاذ ابراهيم قفراوي والاستاذ محمد الضماطي. يمكن في مدينه نصر انضم الاستاذ خالد درندلي طبعا امين صندوق النادي الاهلي، والاستاذ خالد مرتجي والدكتور محمد سراج والدكتور مهند مجدي. يمكن اغلبيه مجلس الاداره متواجدين الان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي بعد زياره التجمع الخامس وزياره او تفقد انشاء طبعا في مدينه نصر، ثم اجتماع مجلس الاداره المستمر الى الان.
تمام، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي اللي كان مرافق لجولات مجلس اداره النادي الاهلي في مختلف الافرع، تحديدا فرع الاهلي مدينه نصر وفرع الاهلي في التجمع، وقال لنا كل التفاصيل بخصوص الجولتين دول. وفي الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي ماشي في مختلف الاتجاهات، سواء اتجاهات خاصه بالجوانب الانشائيه، الجوانب الرياضيه، الجوانب الاجتماعيه، ماشيين وشغالين بشكل جيد في الحقيقه، نتمنى لهم كل التوفيق. هنروح لفاصل بسرعه وبعدين نرجع نكمل، يلا.